ذكريات جميلة بهالنادي هذا. كان الملعب هذا ترابي على فكرة، كان السور هذا طين قبل مسلح طبعا، ولا في مباني حوله هنا. تشوف أقصى الفيزية وانت جالس هنا، والبوابة شبه لا بس على من بعيد تقول هذه بوابة خشب من قدمة يعني. كانت قبل المباراة شمطة بسنين، ترى سنين قديمة المنشأة هذه. احنا جينا من المنشأة القديمة وجينا المنشأة الحديثة. بمناسبة اليوم الوطني أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين.